الحساب الختامي للموازنة العامة هو عملية احتساب كل من الإيرادات والنفقات في نهاية كل سنة مالية للتعرف على الوضع المالي للحكومة في الفترة التي مضت، ويعتبر أداة رقابية على النشاط الحكومي من قبل السلطة التشريعية والمؤسسات الرقابية الأخرى والمواطنين للتأكد من مدى التزام السلطة التنفيذية بما أقرته من نفقات وإيرادات في مختلف المجالات والأنشطة المقررة في الموازنة. المشكلة في فلسطين عدم التزام وزارة المالية بإصدار حسابات الختامية بموعدها المحدد وبشكل دوري حسب ما نص عليه القانون الأساسي، فلم تصدر وزارة المالية الحساب الختامي للأعوام 2013، 2014، 2015 لغاية الآن، بالإضافة إلى تعطل الجسم الرقابي الأساسي وهو المجلس التشريعي الذي أضعف مبدأ المساءلة في الإنفاق العام، وإشكالية أخرى في تطبيق مبدأ الشفافية في الإنفاق العام بعدم نشر الحسابات الختامية للعامة، حيث لم تنشر الحسابات الختامية للأعوام 2010، 2011، 2012. عدم التزام وزارة المالية بإصدار الحسابات الختامية يضعف المساءلة والرقابة على إدارة المال والشأن العام، ويعطي فرصة للوزارة المالية بالسيطرة على إدارة المال العام بدون رقابة المواطن والمجتمع المدني والمؤسسات الرقابية الأخرى. ومن الإشكاليات التي قد يخلقها عدم إصدار ونشر الحسابات الختامية في أوقاتها المحددة خلف بيئة مواتية للفساد وإدارة المال العام بدون إعطاء أولوية لحاجات المواطن. ومن هنا يوصي ائتلاف أمان بضرورة التزام وزارة المالية والتخطيط بالأحكام القانونية الخاصة بالحسابات الختامية وإصدارها في موعدها القانوني، إلى جانب ممارسة أعضاء المجلس التشريعي دورهم وفق القانون، وقيام مجلس الوزراء بدور أكثر فعالية في الضغط على مراكز المسؤولية المختلفة، فضلاً عن قيام ديوان الرقابة المالية والإدارية بنشر كافة تقاريره تحقيقاً لمبدأ الشفافية، ومن أجل إتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني للعمل والضغط لتعزيز المساءلة على الإنفاق العام، وانتهاء بمتابعة هيئة مكافحة الفساد للقضايا التي ترتقي لدرجة شبهة الفساد والتي تشير إليها تقارير ديوان الرقابة المالية المدققة للحسابات الختامية، وتحويلها للجهات المختصة حال ثبوت تلك الشبهات.